فمجرد انك ترجع ردة تاكل نفس اللي راح اصير ردة فعل قوية من جسمك على النشويات، فراح ترجع الوزن اللي نزلته وراح ترجع حتى الدبل. دايتيشن زينب، هل اذا قطعت العيش والخبز بضعف؟ طبعا النشويات دائما ظالمينها ومخلينها هي سبب الخراب، عندش العيش، المعكرونة، الخبز، كل هاي الامور. فأي المعتقد يعني جدا خاطئ، النشويات بالعكس هي المصدر الأول والرئيسي للطاقة في الجسم، ما يصير تقطعها مو على كيفك، هي عنصر أساسي لازم يكون في كل وجبة من وجباتك. فشنو اللي راح يصير يعني إذا أنت قطعت النشويات؟ نفس ما قلتش هي المصدر الأول حق الطاقة في الجسم، من أول أسبوع صداع، تعب، خمول، تعكر في المزاج. هل راح تقدر تستمر أنت مع هذه الأعراض إذا قطعت النشويات؟ مستحيل. مستحيل. في مراجعة مراجعتنا العيادة وكانت يعني قاطعة النشويات، وتقولي إن هي مرتاحة يعني على هذا النظام، إن قاطعة النشويات وقاعدة تشوف نتيجة ملحوظة، بس وصلت لمرحلة إن وزنها خلاص ما قاعد ينزل، الحرق في الجسم مالها صار بطيء. زين، فقلت لها حاول إنش تدخلينه، وهي لا تسوي متأكدة راح أدخله وما راح أمتنع، قلها أنتي تدخلي خلنا من دخله بالتدريج. فكانت خايفة يعني من هي تدخل النشويات، بس قالت لي، قلت لها بعطيش اللي هو مهلة قصيرة وراح نشوفش عشان نشوف النتيجة، وفعلا دخلتهم والحمد لله جت وكانت نتيجتها حدها حلوة. فشنو هي الأعراض الجسدية أو الصحية اللي ممكن تصير حق الإنسان إذا قطع النشويات؟ احنا كمجتمع خليجي أو بحريني أكلنا دائما شنو؟ عيش. فيعني متعودين ان الصحن يكون كامل عيش وفي الربع يكون الإيدام، فشي طبيعي انت اذا قطعت النشويات بشكل عام او العيش انت شلت كمية كبيرة من السعرات الحرارية، فشي طبيعي راح تضعف. انزين، بس لكن السؤال يكمل، هل راح تقدر تستمر في انك خلاص قاطع النشويات للأبد؟ هل راح تقدر تستمر مع هاي الأعراض المزعجة اللي هو الصداع، التعب، الخمول؟ لا، فمجرد انك ترجع ردة تاكل نفس اللي راح اصير ردة فعل قوية من جسمك على النشويات، فراح ترجع الوزن اللي نزلته وراح ترجع حتى الدبل. أوكي. عرفتين؟ فدائما كل شيء نقوله باعتدال، والنظام الغذائي لازم يكون متوازن. طبعا دايتيشن زينب تختلف المسميات المختلفة للحميات تطلع هبات، فعندنا مثلا نفس هبة الكيتو، فشنو رايك في هالنظام؟ طبعا الكيتو ترند صار يعني فترة. انزين، تدري ان الكيتو اصلا هو كان علاج حق مرض الصرع. أوكي. يعني اي، فاخذوه وقاموا يعني يستخدمونه حق مرضى الصرع وشافوا له في نتيجه في انه يخفف من نوبات الصرع حقهم، بس الناس قاموا ياخذونه اللي هو كنظام لتخفيف الوزن. ما حد يقدر يستمر عليه فترة طويلة، ونفس ما قلت لك هو بالعكس أصلا نظام عالي بالدهون والبروتين، فليه بعد اللي هو آثار جانبية في أنه يزيد اللي هو عندش الكوليسترول، الدهون الثلاثية وغيرها، لأنه يعتمد بشكل أساسي على الدهون والبروتين. فالخلاصة نقدر نقول لا تسوي أنظمة غذائية من روحك، وإلجأ دائما إلى الطبيب المختص عشان يساعدك. بالضبط، الأنظمة الغذائية لازم تكون متوازنة ومتكاملة.